فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أقرضت صديقا لي 100 ريال ثم أعادها لي بعد ذلك 120 ريالا وقال: 20 الزائدة من باب الهدية، فهل آخذها منه؟ إذا لم تشترط هذا وإنما هو الذي أعطاك هذا فلا بأس، هذا من حسن القضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد بدله خيارا رباعيا، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. إذا لم يشترط المقرض هذا الشيء فلا بأس. نعم.